الحصى هذا اذا راح وين يروح؟ الحصى هذا ينزل من الادوار على تحت بواسطه نظام معين الين يوصل للشاخص الشرعي، احنا نقول الشاخص الشرعي، يوصل الى الاسفل بعدين نجمعه ونحطه في مستودعات وبعد الحج ننقله الى مزدلفه. ممكن في معلومه كثير من الناس ما يعرفها عن الجمرات، ما راح اتفلسف عليكم اقول لكم اعرفها، لا والله توني سامعها. اكبر مبنى في العالم منشا من الخرسانه، الان في البدروم في الجمرات. طبعا السيارات هذه تنزل النفايات من فوق على تحت، يتم ضغطها وتروح المكب البلديه، شوفوا عمال البلديه خلفها. فيكم شيء الان لاول مره يتصور، لاول مره في سناب في غير سناب، شوفوا الحصى وينزل من الجمرات من الادوار الخمسه في السياره، شوفوا الغبره وشوفوا كيف ينزل الان السيارات تعبي وتمشي السيارات مباشره. هذه الحصوات اللي يرميها الحجاج مباشره تنزل هنا. احنا في البدروم الدور الارضي مخصص لضيوف خادم الحرمين الشريفين وضيوف الدوله، والان في البدروم في الشاخص الاصلي الشرعي اللي هو الدائري هذا اللي كانوا الناس زمان يرمون منه. نعم تمام. هذا الان تتجمع جميع الحصوات من الدور العلوي من الادوار العلويه يوصل الى الدور السفلي بعدين يمتلئ، تبدا جوا السيور، احنا شايف السير ذاك اللي جوا السيور تبدا من تنقل الحصى الى الخارج، كل ما يتملى نعم ويروح للسيارات، شوف بعدين يروح لمخازن بعد الحج ينقل الى خارج المشاعر المحدثه.